كيفية إظهار وإعادة عداد الرمز السري لبطاقة إكويتي المدفوعة مسبقاً. لإظهار الرمز السري الخاص بك، قم بتسجيل الدخول إلى تطبيق إكويتي بريبايد كارد. اذهب إلى كل البطاقات، ثم قم باختيار بطاقتك. اضغط على إظهار الرمز السري. قم بإدخال كلمة المرور الخاصة بالحركات المالية، ثم أدخل رمز CVV الموجود ظهر البطاقة. سيظهر الرمز السري الخاص بك على الشاشة. لإعادة عداد الرمز السري، قم بإدخال كلمة المرور الخاصة بالحركات المالية. سيظهر إشعار تأكيد فك الحجب عن الرمز السري بنجاح.